انطلقت أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار مستقبلنا الآن، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. كاميرا يا هلا كالعادة كانت هناك، ومن قلب الحدث نقلت لكم هذه التفاصيل. انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار مستقبلنا الآن، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي. اليوم إن عندنا أكثر من 10 مليار عملية من خلال التفتيش، من خلال الشركات وبياناتها، فعندنا بيانات عالية جدا. عندنا أيضا ربط مع أكثر من 22 جهة حكومية، هذا مما يحسن البيانات لدينا، مما يصححها ويطورها. نعمل على خوارزميات لتطوير البيانات وتطوير الاستخدام الأمثل من الذكاء الاصطناعي. نحاول نستخدم التقنيات المتقدمة بشكل كبير جدا، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي. نحاول نستخدمها جانب رفع سلامة المنتجات، للتسهيل للقطاع الخاص والمستثمر للعمل في المملكة العربية السعودية، والثالثة هو رفع الانتاجية وكفاءة الانفاق لدينا في الهيئة العامة للغذاء والدواء. وشهد اليوم الأول لأعمال الملتقى جلسات حوارية وورش عمل شارك فيها عدد من أصحاب السمو والمعالي ونخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين.